مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن علاج بنادول ساينس. بنادول ساينس يتكون من براستول ومادة بزيدوفيدرين، يستخدم في علاج الصداع، السخونة، ألم الرأس أو ارتفاع الحرارة. طبعا هنا كلين دني تقريبا نفس الشيء، بس هي مصطلحات هواي. أيضا يستخدم في علاج احتقان الأنف، يعني احتقان الجيوب الأنفية، يعني انسداد يصير بالأنف. يعني إذا مثلا أنت عندك انسداد مزمن تقدر تستخدم هذا الحبوب، جدا ممتاز. 3 مرات باليوم بعد الأكل، يستخدم من عمر 12 سنة فما فوق، 3 مرات باليوم ورا الأكل. ما يستخدم للحوامل إلا بوصفة الطبيب، يعني لازم الطبيب الأخصائي يشوف هذا مناسب أو الحامل تحتاجه ضروري فينطيه إياه. فبدون وصفة الطبيب ما يصير ينصرف. طبعا علاج جدا ممتاز وشركة ممتازة. إذا عجبكم الفيديو لايك وشارك المعلومة حتى توصل يعني لهواي ناس ويستفادون من المعلومة. مثل ما قلنا، هذا العلاج يتكون من مادتين براستول ومادة بزيدوفيدرين. براستول خفض حرارة، وبزيدوفيدرين يستخدم في علاج الاحتقان الجيوب الأنفي.